لا، يوجد تمساح آخر أمامنا. لا توجد مساحة كافية لكي نتخطاه. فرصتنا الوحيدة هي أن نعبر من فوقه بقوة الجاذبية. أترون؟ هذا النفق يشبه الدائرة، ولو سرنا بالسرعة الكافية يمكننا السير حول الدائرة دون سقوط. هيا يا سترايبس اتبعني. قوة الجاذبية! إنها تعمل! هناك تماسيح أمامنا! ما عدد هذه التماسيح؟ 3، صحيح! مع قوة الجاذبية سوف ندور حولها! 1، 2، 3! فعلناها! لم ننتهي بعد. كم عدد التماسيح الموجودة؟ 4. 1، 2، 3، 4. هذا رائع، أوشكنا على الوصول للنهاية. لكن انظرا، التماسيح تقطع الطريق الآن. كم عددها؟ 5. حان وقت قوة الجاذبية. 1، 2، 3، 4، 5. إلى اللقاء يا تماسيح. جاب. لنسرع في مسار الحلقة ونزيد من السرعة. أنا متحمس للدوران بدون سقوط. قوة الجاذبية، قوة تجعلك تسير في دائرة. قوة الجاذبية تجعلك تدور وتدور. أزد سرعتك وسيحدث هذا، وبقدر السرعة سيكون الأمر. قوة الجاذبية إنها قوة تجعلك تسير بسهولة في دائرة. قوة الجاذبية رائع! انظروا إلى هذا، النفق مليء بالأحجار الكريمة اللامعة. احترس يا بيس. احترس! ما هذا؟ علينا عبور هذا النفق قبل أن تصدمنا الأحجار المتساقطة. وجدتها، يمكننا تفادي هذه الأحجار إذا توقعنا مكان سقوطها. ياه، عندما نتوقع نستغل ما نعرفه في التوصل لتخمين بشأن ما سيحدث. انظروا، المزيد من الأحجار أمامنا. ونعرف أن الأحجار دائما تميل في الاتجاه الذي ستسقط فيه. على أي قطبان ستسقط الأحجار الكريمة؟ على القطبان الصفراء أم الزرقاء؟ القطبان الزرقاء. بسرعة انطلق على القطبان الصفراء. لقد صح توقعنا. استعدوا، هناك المزيد من الأحجار الكريمة. على أي قطبان تتوقعون أن تسقط هذه المرة؟ على القطبان الصفراء أم الزرقاء؟ القطبان الصفراء. أحسن التوقع. وانظروا، هذا هو المخرج من الكهف. لكن علينا اجتياز كومة أخيرة من الأحجار الكريمة. هيا نتوقع، على أي قطبان نتوقع أنها ستقع؟ القطبان الصفراء. لقد نجحنا. الآن عدنا إلى السباق. الهدية الذهبية نحن. هاي احترس. لا، الألي القادم يأكل طريق السباق.
يا لن ننهي السباق ابدا ان لم نستطع ان نذهب الى الناحيه الاخرى. لا تقلق يا سترايبس، هذا الالي القادم لن يستطيع ايقافنا، لدينا قوى القفز الخاصه بالاسد والنمر. نعم، الاسود والنمور كلاهما قطط كبيره، والقطط الكبيره لديها عضلات قويه تجعلها تقفز لبعيد. جاهز يا سترايبس؟ جاهز. قطة كبيرة فلنقفز. حسنا فعلناها، والآن هيا نكمل. ولكن حاذروا، تشومبي الألي القادم ما زال بالخارج الآن. أنا أسمعه. ساعدونا في البحث عن تشومبي حتى نقفز من فوقه. عندما ترون تشومبي هناك قولوا تشومبي. تشومبي! تشومبي! قفزة رائعة! لكن كونوا حذرين، تشومبي ما زال بالخارج هنا. إن رأيتم تشومبي ثانية قولوا تشومبي. تشومبي! استمروا في البحث. عندما ترون تشومبي قولوا تشومبي. تشومبي! لقد كدنا أن نصل، فقط أبعد قليلا. إن رأيتم تشومبي ثانية قولوا تشومبي. تشومبي! حسناً! عدنا إلى السباق! احترس يا صديقي، إنه على وشك قطف المزيد من المياه. انظروا، أطلق قذيفة واحدة وبعدها قذيفتين. كم عدد القذائف الآن؟ ثلاث. نعم، إنه وقت الامتصاص. واحد، اثنان، ثلاثة. يهي، ما أروع الممسحة. هيا لنواصل التقدم. انتبهوا الآن، إنه سيقذف المزيد من المياه. أطلق قذيفتين ثم قذيفتين. كم عدد قذائف المياه؟ أربع. نعم، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. ووهو، حصلنا عليها. لكن استعدوا، الأخطبوط على وشك إلقاء مزيد من القذائف. قذيفتان وواحدة أخرى ثم اثنتان. كم عدد كل القذائف معا؟ خمس. نعم، هيا بنا نمتص. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. يهي، نجحنا. يتبقى شيء واحد لنفعله، ضغط الزر الأخضر وتقليص الأخطبوط. لكن فلنسرع، إنه يستعد الآن لإلقاء أكبر قذائفه. هيا يا واتس، وقت استخدام السرعة القصوى. نعم، لتعطونا السرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. ووهو، ووهو، نجحنا. لا، نحن ثقيلان، جذع الشجرة غير متوازن. لنتوازن نحتاج إلى شيء على الجانب الآخر يزن مثلي أنا وسترايبس. بوق الأدغال، سأستخدمه لأنادي أصدقائي، يمكنهم مساعدتنا. إنه يعمل، ها هي الضفادع. لنرى هل وزن الضفادع يعادل وزن بليز وسترايبس.
تشغيل شاشة الأبعاد. وزن بليز وسترايبس 11، ووزن كل الضفادع، ما هذا الرقم؟ 3، نعم، ولكن 11 أكثر، وهذا غير كاف ليوازن الجزع. بسرعة يا سترايبس، انفخ في البوق مجددا. انظرا، أتى الببغاوات والقرود أيضا. لنرى الآن ما وزن هذا الجانب. ما هو هذا الرقم؟ 9، هذا كثير، لكن ما زال أقل من بليز وسترايبس. هيا يا سترايبس، انفخ في بوق الأدغال. إنها الباندا. ما وزن الحيوانات الآن؟ 11، نعم، أصبح لها نفس وزن بليز وسترايبس. هذا جيد. نجحت يا سترايبس، أصدقاؤك وزنوا جذع الشجرة. شكرا لكم، والآن هيا اتبعوني. سياراتي وشاحناتي، حان الوقت لنبدأ السباق. أيها المتسابقون، هل أنتم جاهزون؟ أنا جاهز، وأنا الوحيد هنا. في أماكنكم، استعدوا. مهلاً لحظة واحدة. لا، لا تنتظر. هل يمكن؟ لا أتمنى. إنهما بليز وإي جي وماتس وجابي، لقد عادوا. مرحبا يا كراشر، أخبرتك أننا سوف نعود. لا 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 لا، المتسابقون في أماكنكم، استعدوا، انطلاق. يجب أن أفعل شيئاً لأوقفهما. يجب أن أغش. انظروا، أغلق كراشر طريق السباق كله. حسناً، هذا لن يوقفنا. إيجي، جابي، أعطونا بعض السرعة. إنه انتصار صادم، لقد شحنوا الجمهور حقاً بالطاقة. قولوا لسترايبس اقفز، قولوا اقفز يا سترايبس، اقفز يا سترايبس. فعلتها، لقد دفعتني الرياح. لا، ولكن الصخرة التالية بعيدة. لنجعله يقفزها، سترايبس سيحتاج إلى رياح أقوى لدفعه لأبعد. للوصول إلى الصخرة، سترايبس يحتاج للقفز عند السرعة 10. عدوا معنا لعشرة. ابدأوا من 6. 6، 7، 8، 9، 10. الآن قولوا اقفز يا سترايبس، اقفز يا سترايبس. هذا رائع، قفزة واحدة وتصل. يا رفاق، هذه هي أكبر قفزة، وأنا لا أريد أن أسقط في هذا المستنقع. لا تقلق أبداً، سوف نساعدك. سترايبس يحتاج إلى دفعة أكبر من الرياح ليصل للجانب الآخر، عليه أن يقفز عند سرعة الرياح 16. عدوا معي إلى 16، ابدأوا من 10. 10، 11،
12 13 14 15 16 قولوا اقفز يا سترايبس. اقفز يا سترايبس. لقد نجحت، أحضرت الصاري. نعم، رائع يا سترايبس. ها، قفزة جيدة. شكرا لكما. لنعطي هذا الصاري لجابي لكي تضعه بالقارب مجددا. الشحن الكهربائي. لا، إنه شاحنة بإطارات كهربية. رائع. مهلا، من أصلح هذا المنحدر؟ أنا فعلت. اسمي جابي، وهذاني صديقاي بليز وأي جي. سعيدة لمقابلتكم. إنهم يدعونني وات. واو. وات، أحببت إطاراتك هذه، إنها رائعة. شكرا يا جابي. مهلا، أريد تجربة المنحدر الجديد. أتريدين القدوم وتكونين قائدتي؟ قائدة؟ لكن أنا لم أكن قائدة من قبل، وأنا لم أحظى بأحد يقودني. إذن ما رأيك؟ نعم، هيا نفعلها. جاهزة؟ جاهزة. الشحن الكهربائي. لقد كان هذا رائعا. هيا دعينا نكمل، حاولوا أن تتبعونا. أسرعوا، هيا بنا، قولوا هيا يا بليز. سيروا في كل طريق، قولوا هيا يا بليز. في طريقنا مستعدون لأي شيء، سننقذ اليوم، نسير بسرعة وكل حماس، سننطلق. هيا يا أصدقاء، هيا في طريقنا. شكراً يا بليز، كنت سأسقط من ارتفاع كبير. نعم، ولكن كيف سنعبر جسراً يستمر في الانهيار؟ أعتقد أنني أعرف من يمكنه مساعدتنا. النمرة التمثال. واو. تمثال، هل يمكنك إخبارنا كيف نعبر الجسر المنهار؟ أنصتوا جيداً يا أصدقاء وستكونون بخير. عند عبور هذا الجسر ابقوا على الرقم 9. الرقم 9؟ هاي، انظر لهذا، الجسر عليه بعض الأرقام. والتمثال قالت سنكون بخير طالما بقينا على الصخور التي عليها الرقم 9. ياه، هيا نبحث عن واحدة. أين ترون الرقم 9؟ هناك. ها هو الرقم 9. مستعد يا سترايبس؟ هيا نقفز. ياه، نجحنا. لحسن الحظ لم نقفز فوق أي رقم من الأرقام الأخرى. هيا بنا لنبحث عن الصخرة التالية التي عليها رقم 9. أين ترون الرقم 9؟ إنه هناك. قفزة النمر. أحسنتم القفزة يا رفاق. انظر هناك، لقد اقتربنا من الجانب الآخر للجسر. علينا العثور على رقم 9 أخير فقط. أين ترون الرقم 9؟ 9. إنه بعيد هناك. واو، نحتاج إلى قفزة هائلة. سوف نقفزها، صحيح بليز؟ صحيح. قفزة النمر. نجحنا. واو، نحن لدينا الكهرباء وكل ما نحتاجه هو القطار. هيا
لنبني الأجزاء لكي أتحول إلى قطار أنفاق. أولاً نحتاج إلى عربة قطار لتحمل الركاب. لنصنع عربة القطار قولوا عربة قطار. عربة قطار. التالي أحتاج إلى حذاء الانزلاق، إنه يأخذ الكهرباء من المسار ويرسلها إلى المحرك. لنصنع حذاء الانزلاق قولوا حذاء الانزلاق. حذاء الانزلاق. والآن أنا أحتاج العجلات. عندما يأخذ المحرك الكهرباء يجعل العجلات تدور. لنصنع العجلات قولوا عجلات. عجلات. أوه نعم، أنا أصبحت شاحنة قطار أنفاق. هيا يا واتس، لدينا صديقان لننقذهما. تمسكي. هذا رائع، سوف نلحق بإي جي وجابي بسرعة. لا، انظري، هناك شيء على المسار ويغلق طريقنا. بسرعة، يجب أن نقفز إلى مسار آخر. ساعدونا في اختيار مسار لا يعرقله شيء. أي مسار آمن لنمشي عليه؟ أهو الأصفر أم الأزرق أم الأحمر؟ إنه الأحمر، نعم، لا شيء عليه. تمسك يا واتس. لكن انظر، مزيد من المتاعب. أي مسار يجب أن نسلكه الآن؟ إنه الأزرق، صحيح. أي مسار يجب أن نسلكه؟ إنه الأحمر، نعم. أي مسار يجب أن نسلكه؟ إنه الأصفر. هيا يا بليز. حسناً. نجحنا. إذا سلطنا شعاع الضوء هذا على الزهرة ستنمو وتحملنا إلى أعلى الجدار. لكن كيف سنسلط الضوء على الزهرة؟ أعرف ماذا نحتاج، مرآة. نعم، المرايا تعكس الضوء جيدا. عندما يضرب شعاع الضوء حبيبات المرآة ينعكس الضوء مرتدا مرة أخرى. هيا بنا، هيا نجرب هذا. إنه ينجح، ضوء الشمس ينعكس من المرآة. لنرى إذا كان سيشاع على الزهرة. هل ضوء الشمس يشاع على الزهرة؟ لا، ليس بعد. هيا نحرك المرآة بحيث تعكس الضوء في اتجاه مختلف. الآن هل ضوء الشمس يشاع على الزهرة؟ أجل، ويجعل الزهرة تنمو. بسرعة، لنقفز فوقها. نجحنا، الضوء جعل الزهرة تنمو عاليا حقا. وانظروا، ها هي زهرة أخرى. إذا سلطنا شعاع الضوء عليها سترفعنا عاليا أكثر. هيا لنستخدم برآتنا. هل ضوء الشمس يشع على الزهرة؟ نعم. بسرعة لنقفز فوقها. واو، رائع، لقد اقتربنا من القمة. أجل، نحتاج أن تنمو زهرة واحدة أخيرة. إنه وقت المرآة. هل ضوء الشمس يشع على الزهرة؟ لا. هيا نحرك مرآتنا. الآن هل يشع على الزهرة؟ أجل. لنتخطى هذا الآلي نحتاج شيئاً يمكنه قطع كل هذه الأخشاب. لنرى، أنا وجدت محمصة ومنشاراً. أي منهما نستعمله لقطع الخشب؟ المحمصة
أم المنشار؟ المنشار. الشحنة الكهربائية. أحسنت يا بليز، وانظر أوشكنا على الخروج من مقلب الخردة. واتس، تولي التغطية. هناك آلي آخر وهو يلقي بقطع كبيرة من الثلج. لا تقلق يا بليز، سوف أجد شيئاً ليذيب الثلج. لدي مجفف شعر ومنبه. أي منهما نستعمل لنذيب الثلج؟ مجفف الشعر أم المنبه؟ مجفف الشعر. شحنة كهربية. أحسنت في إذابة الثلج. شكرا يا واتس، مع كهربائك لا شيء سيمنعنا من إنقاذ أصدقائنا. شحنة كهربية. الدعامات تبدو رفيعة جدا. لرفع الصخور الثقيلة نحتاج الهيكل الذي له أكثر الدعامات. أيهم لديه أكثر الدعامات؟ هذا صحيح، له 3 دعامات. الهياكل الأخرى لها 2. استعد، اقفز. رائع. من هنا جميعا. نعم، نجحنا في عبور الحمام. وانظر يا سباركي، ها هو بيتك. هيا يا صديقي، هيا نوصلك إلى قمة البركان. كدنا نصل يا سباركي، تبقى القليل. لا، احترس. لا، الممر اختفى، لن يمكننا أن نوصل سباركي لبيته. سباركي. كيف سأصل سباركي إلى هناك؟ انظر، سباركي يرفرف بجناحيه، سيحاول أن يطير إلى البيت بمفرده تماماً. سبارك سبارك سبارك. هكذا يا سباركي، رفرف بالجناحين كما تمرنت. سبارك 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 سبارك. سباركي 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 سباركي. إنه يطير. عمل جيد يا سباركي، نعرف أنه يمكنك هذا. سباركي! 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 رائع، لقد نجح. انظري هناك، إنها رافعة، إن شغلناها سترفعنا للأعلى عند الفقاعة. استعد يا بليز، سأجعل تلك الرافعة تتحرك بشحنة الكهربية. الرافعة، إنها لا تعمل. لنشغل رافعة كهذه سوف نحتاج إلى الكهرباء الكافية لنصل هذه المسافة لأعلى، وهذا سوف يأخذ هذا الكم من الكهرباء، 12 أمبيراً. واو، أنا لم أصنع هذا الكم من الكهرباء من قبل، لكن يجب أن أحاول. هيا ساعدوني في صنع 12 أمبيراً. عدوا لـ 12.
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر. فعلتها يا واتس. الكهرباء الآن في كل الرافعة. إنها تعمل. نعم. نحن أحرار. الآن تمسكوا جميعا. سننزل الآن. فعلتناها، لقد أنقذتمانا. وفي الوقت المناسب، السباق ما زال لم يبدأ بعد. السباق، كدت أن أنسى. كيف سنصل إلى هناك؟ يجب أن نستعمل بعضا من السرعة القصوى. نعم، لنفعلها. لتعطونا السرعة القصوى، قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. انظروا، وجدت ترساً آخر. هل لدينا الآن ثلاثة؟ نعم. إنها تعمل. المحرك يدير التروس ويحرك الأرجوحة. أخذناه. شكراً يا سترايبس. النجدة. انظروا، إنها بيجي الصغيرة عند لعبة الإطار. لكن اللعبة بلا أي تروس أيضاً، علينا أن نشغلها لكي ننقذها الآن. لعبة الإطار تحتاج أربعة تروس. انظروا، توجد هنا تروس. هل هي أربعة تروس؟ نعم، إنها أربعة. هذا رائع. حسنا، أمامنا الآن باندا واحد لننقذه، بولي الصغير. انظروا، يطير فوق لعبة سفينة الفضاء. ويبدو أن هناك خمسة تروس لإصلاحها. هناك بعض التروس. هل هي خمسة تروس؟ لا، بل ثلاثة تروس. أنا وجدت ترسا آخر. أهي خمسة تروس؟ ليس بعد. وماذا الآن؟ أهي خمسة تروس؟ نعم. حسناً. شكراً. لم أسمع بالبراكين الثلجية من قبل. أعني، ما هو البركان الثلجي؟ أنا عالق في الثلج. نحن عالقون أيضاً. ما الذي يحدث؟ واو، أولا. بليز، حاذر. كان هذا وشيكاً. هلا أصدقاؤنا عالقون في الثلج. يجب أن نساعدهم. يتجهون إلى حلقات زحل، لنذهب. حلقات زحل مليئة بالثلج. بليز، من هنا. هذا يبدو كسترايبس. يجب أن نعرف في أي جزء محاصر.
حتى يمكننا أن نخرجه. سترايبس محاصر في قطعة من الثلج شكلها هكذا. أي قطعة ثلجية لها نفس الشكل؟ هذه. أجل، تماسك يا سترايبس. أجل، شكرا بليز، نحن هنا. مهلا، إنهما واتس وجابي. واتس وجابي علقتان في ثلج يبدو مثل هذا. أي قطعة ثلج لها نفس الشكل؟ هذه. صحيح. شكرا يا بليز. مهلا، نحن هنا يا رفاق. يبدو كصوت ستارلا ودارينغتون. دارينغتون وستارلا علقان معا في قطعة تبدو مثل تلك. أي قطعة ثلج لها نفس الشكل؟ هذه. أجل. شكرا يا صديقي. الآن بقي صديق واحد لننقذه. زيج، لا تقلق يا صديقي، سوف نجدك. زيج علق في قطعة ثلج تبدو مثل هذه. أي قطعة ثلج لها نفس الشكل؟ تلك. أجل. بليز أنقذ زيج. على الرحب يا صديقي. لقد عدنا معا ثانية. هذا صحيح، لا شيء سيوقفنا، لأن لدينا قوى آلي الفضاء. فعلتماها يا رفيقي، وازنتما الأرجوحة. هيا هيا نقفز للأرجوحة التالية. أنت جاهز؟ جاهز. نعم فعلناها، ونحن متوازنان جدا. أوه، انظرا، فراشات. مهلا، تلك الفراشة هبطت على ناحيتي. لقد أصبح الوزن غير متساوٍ الآن. بسرعة، علينا أن نجد الفراشة الأخرى لتذهب إلى ناحية سترايبس. ترى أين الفراشة الأخرى؟ نعم، ها هي. يا أيتها الفراشة، هل يمكنك مساعدتنا؟ لقد نجحت. توازنا، بما أن هناك فراشة في كل جانب. هيا لنسرع إلى الأرجوحة التالية. قفزة جيدة. احترس، مزيدا من الفراشات. بليز، أنا أنزلق. الله، جانب سترايبس عليه ثلاث فراشات وجانبنا عليه واحدة. بسرعة، يجب علينا أن نجد فراشتين لتكون في جانبنا. ترى أين الفراشتان الآن؟ نعم، ها هما. أيتها الفراشتان، نريد المساعدة. نجحنا. توازن رائع يا فراشات. وانظروا، ها هي نهاية المستنقع. هذه قفزة كبيرة. هيا سنقفز معا عند العد لثلاثة. عدوا معنا. واحد، اثنان، ثلاثة. نعم، نجحنا. هيا بنا نذهب الآن لكي نلحق بكراشر. نعم، لكي نستعيد بوق الأدغال. إيجي، أعطني بعض السرعة. هيا جميعا، فلنحضر بعض الإسفنج ونبدأ في الامتصاص. نجحنا، قمنا بتنظيف كل المياه. انظروا، ها هي دمية القطار هناك. الله، لقد سكبت شيئا آخر الآن. لقد سكبت عصير البرتقال الزلق جدا. مهلا، ربما هناك شيء يمكنه امتصاصه. يوجد بالصناديق مقلاة ومناشف، أي منها سيمتص عصير البرتقال، المقلاة أم المنشفة؟ هيا نكتشف.
لم تمتص المقلاة شيئاً من العصير. والمنشفة امتصت الكثير. إنه الامتصاص. هيا، إنه وقت المناشف. نجحنا. انظروا، اقتربنا جداً من دمية القطار. لنضغط الزر الأخضر، علينا تخطي انسكاب آخر. بركة من الشوكولاتة السرقة بالحليب. ربما شيء سيمتصها. هل مفتاح الربط أم مناديل؟ أي منها سوف يمتص الشوكولاتة؟ مفتاح الربط أم المناديل؟ حسناً، لنجري اختباراً ونرى. مفتاح الربط لا يمتص شيئاً من الشوكولاتة، لكن المناديل سحبتها بداخلها. المناديل، قومي بالأمر. نجحنا. وها هي دمية القطار. إي جي، أعطني بعض السرعة. ضغطت على زر التقليص. وانظروا، الدمية أصبحت أصغر وأصغر. ياه، الحجم الأفضل للعب بها. باب مغلق آخر. الأفضل أن نستخدم رمز أكبر من لنفتح. انظروا إلى صور العناكب على الجدار. هل الوردية أكثر أم الخضراء؟ الوردية، صحيح. عدد العناكب الوردية أكبر من عدد الخضراء. هيا يا أصدقائي. انظر يا بيكل، ها هو الكنز. مرحى، لن يوقفنا شيء الآن ما عدا هذا الدجاج. دجاج؟ أسرعوا لنستخدم رمز أكبر من لنفتح الباب. ركزوا جيدا، الدجاجات الزرقاء أكثر أم الحمراء؟ الزرقاء. أجل، عدد الدجاجات الزرقاء أكبر من عدد الحمراء. لقد نجحنا في الوقت المناسب، لأن الدجاج وصل. من هنا يا رفاق، هيا هيا. انظروا، لقد وصلنا إلى الكنز. حسناً، وأخيراً سنرى ما بداخله. تفضل يا كراشر، افتح. حسناً، سأفتحه. إنه جميل. الكنز هو مثلجات. المثلجات كثيرة، سينال صائد الكنوز نكهاتهم المفضلة، كما يوجد ما يكفي للأصدقاء الجدد. هذا ألد صيد كنوز في العالم. هيا الآن انطلقوا، هيا لنمضي لنقود بسرعة، هيا لننطلق. هيا هيا انطلق وخذ بالطريق. هيا يا بليز، أسرع أسرع، هيا بنا. يا بليز، هيا هيا يا بليز، هيا هيا. واو، إنها أكبر حلقة دوران رأيتها. لا شيء يمكنه أن يوقفنا. هيا، الخاسر هو السيارة الصادئة. ماذا؟ مهلاً.
أعتقد أن هذه الحلقة كبيرة جداً. لا تقلق يا سترايب، نستطيع عبور هذه الحلقة. كل ما نحتاجه قوة الجاذبية. نعم، قوة الجاذبية هي قوة تجعلك تتحرك في دائرة. هذه الحلقة العملاقة تشبه الدائرة، وإذا استطعنا القيادة حولها بسرعة، قوة الجاذبية ستكون قوية وسنقود بشكل دائري بدون سقوط. هيا بنا نفعلها. ساعدونا للسير حول الحلقة بقوة الجاذبية. قولوا قوة الجاذبية. قوة الجاذبية. رائع. دارينتون! حسناً يا حيوانات، هذا وقت الإنقاذ. لا تقلق أيها الصغير، سننقذك. على الرحب والسعة. انظرا، أصدقاؤنا هنا. حسناً، نجحتم. وفي الوقت المناسب، ما زال أمامنا حيوانات لننقذها. هيا يا أليون، هيا بنا نعمل. احترس. بليز، ايجي، هل انتما بخير؟ نحن عالقان. هذا النبات قوي جدا، لا يمكنني ان اتحرر. هذا النبات بالفعل قوي جدا، لكني اعرف شيئا يمكنه ان يقطعه. المخالب المرنة، تماسك يا بليز. شكراً يا سترايبس، استخدام مخالبك كان فكرة رائعة. النجدة! استمع، هناك متسابقون آخرون في ورطة. اتبعوني. يا رفاق، هنا بالأعلى. إنها بام الغوريلا. تماسكي يا بام، سوف نقوم بإنزالك. ساعدونا لنكتشف أي نبات يجب أن نقطعه حتى نحرر بام. نبات بأوراق حمراء، نبات بأوراق بنفسجية، ونبات بأوراق صفراء. أي واحد به بام؟ النبات بالأوراق الحمراء، نعم. قطة كبيرة. المخالب. أنا حرة بفضلكما يا رفاق. بليز. سترايبس، هذا يبدو نيلسون وحيد القرن. هيا. أنا لا يمكنني أن أتحرر. ابقى مكانك يا نيلسون، سنخرجك الآن. أي النباتات يجب أن نقطع لنحرر نيلسون؟ النبات بالأوراق الزرقاء، نعم. أخيراً، أنا سعيد كوني في الخارج. مهلاً، هل رأى أحدكم بانك؟ ساعدوني. هذا الاتجاه. انظروا، ها هو ذا. سوف نقوم بإنزالك يا بانك. الآن هناك أربعة نباتات لننقذ بانك. أي النباتات سنقطع؟ النبات ذو الأوراق البرتقالية، نعم. كرة مدفع. رائع. أحسنتم التزلج. الآن انظروا ماذا أمامنا. صبر شائك كبير مصنوع من الثلج.
إنه صبار الثلج. لا يمكننا القيادة عبر صبار الثلج الشائك، لذا هيا نصنع شيئاً يساعدنا على العبور. ياه، هيا نصنع ركائز. ركائز طولها 5 أمتار. شاحنة التفريغ زي. الآن هيا ناقص أي قطعة طولها 5 أمتار. الحمراء صحيح. هيا يا طاقم لنصنع بعض الركائز. نجحنا، نحن نعبر فوق صبار الثلج الشائك. نجحنا. انظروا، ها هي هناك مسابقة البناء. واو! لقد اقتربنا، لكن لا يوجد طريق يقودنا إلى هناك. حسناً، إذن الحل الوحيد هو صنع أجنحة والطيران إلى المسابقة. نعم، نحتاج أجنحة يبلغ عرضها 8 أمتار. انظروا جيداً، أي قطعة عرضها 8 أمتار؟ البرتقالية. أجل. هيا يا طاقم، هيا نطر. تفريغ الطفيل. مسابقة البناء، نحن قادمون. لنخرج من الكهف سنحتاج للتحرك بأقصى سرعة. حان وقت السرعة القصوى. لتعطونا السرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. انتظروا، هل هذا صوتي؟ أصدقائي. نعم، فعلتموها، لقد أحضرتم إطاري. هذا صحيح يا واتس، والآن هيا لنعده إليك. مثبتات من فضلكم. نعم. رائع أن أقود ثانية. شكراً لكم. على الرحب يا واتس. نحن سعداء لنراك أفضل، ولكن هناك شيء واحد أفتقده. حقاً؟ نعم، سائقي. هيا يا جابي. أوه حسناً. هل الجميع جاهزون؟ جاهزون. الشحن الضوئي. الهندسة الإنشائية هي كيف تبني الأشياء حتى تتحمل الأوزان. تشغيل نظارة الأبعاد. حتى نستطيع العبور يجب أن يتحمل الجسر 10 أطنان، لكن الآن الدعامات لا تتحمل سوى 2. يجب أن نصلح الثقوب بالدعامات. نو بليز، اي جي ها هنا. وجدت بعض الأجزاء لجعل الجسر أقوى. أحسنت يا سترايبس. سهارك. لإصلاح الدعامة الأولى نحتاج قطعة شكلها هكذا. أي تلك الأجزاء لها نفس الشكل؟ هذه. نعم، هيا دعونا نضعها على الجسر. نعم، مناسبة تماماً. الآن يمكن للجسر تحمل الوزن. أي رقم هذا؟ 4. نعم،
لكن حتى نستطيع العبور لابد أن يصل إلى 10. سبارك! لنبحث عن قطعة تناسب الدعامة التالية التي نحتاجها بهذا الشكل. أي قطعة لها نفس الشكل؟ هذه. صحيح، سأهتم بهذا. سباركي! أها! إلقاء جيد يا سترايبس. الآن الجسر سيتحمل هذا الوزن. أي رقم هذا؟ 7. نعم، نحتاج فقط قطعة أخرى حتى نصلح الدعامة الأخيرة. سبارك سبارك! ساعدونا لنجد قطعة بهذا الشكل. أي قطعة لها نفس الشكل؟ هذه. نعم، رائع. هكذا يتحمل الجسر وزن 10. من الآمن أن نعبر. سبارك سبارك! كويكبات متجهة نحونا. هذا سيء، يجب أن نوقف صخور الفضاء الضخمة. لكن كيف؟ أنا أعرف ما سيوقفهم. إطلاق مفجر الليزر. أنا لم أعرف أن لدينا ليزر. هذا سيفجر الكويكبات إلى قطع صغيرة. لابد أن نسرع، 3 منه تقترب. هيا، يجب أن نبرمج الليزر حتى يفجرها. حان وقت الترميز. انظروا لهذا، تلك التعليمات ستخبر الآليين لكي يطلقوا الليزر، وشفرة التكرار تلك سوف تخبرهم بعدد مرات فعلها. لـ3 كويكبات سنقوم بـ3 تفجيرات. أي من هؤلاء هو رقم 3؟ أجل، ها هو. إذن الرمز هو إطلاق مفجر الليزر، تكرار 3 مرات، توقف. لدينا الرمز. إطلاق الليزر. 1، 2، 3، وتوقف. نجحنا. خذوا هذه يا كويكبات. بليز، نحتاج بعض المساعدة هنا. لدينا 7 كويكبات أخرى متجهة نحونا. هيا، فلنكتب رمز تفجيري 7 مرات. أي من هذه هو الرقم 7؟ أجل، ها هو. الآن لدينا الرمز. إطلاق الليزر. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، وتوقف. عمل رائع جميعا، يبدو أننا تخلصنا من كل الكويكبات الآن. لتعطونا سرعة قصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. ها نعم. لقد فعلناها. يا رفاق، انظروا، ها هي عجلة الأمان. سنحقق أمانينا أخيراً. أنا أعلم، هيا نتمنى ما أريد. أكبر كأس في العالم. يجب أن نتمنى ما أريد، المخللات. أو ماذا عن مثلجات ساندي عملاقة؟ أو بعض الألعاب النارية. كل الأفكار رائعة، لكن تذكروا، عجلة الأمان يمكنها تحقيق أمنية واحدة فقط. لكن من الذي يحصل على أمنيته؟ أنا أعتقد أنه بليز. أنا؟ نعم، لا أحد كان يمكنه الوصول إلى هنا بدونك. جعلتنا نعبر من التماسيح وأقدام الفيل. ولا تنسى الثعبان العملاق. أظن أنه أخرجنا من كل المعوقات هناك.
اذهب إليها يا بليز وحقق أمنيتك. حسناً. انتظروا لحظة، أنا أعلم ماذا سأتمنى. لقد تمنى كأساً به مثلجات وفوقه مخللات وألعاب نارية. نعم، أمنيتي كانت تحقيق أمنية كل منكم. هيا بنا، هيا نقص. أولاً، هيا نقص طول بيج هورن. عدوا معي. 1، 2، 3، 4، 5. الآن هيا نقص عرض بيج هورن من جانب إلى آخر. أجل، هيا نقص عرضه. عدوا معي. 1، 2، 3، 4. رائع، الآن نحتاج قياساً آخر فقط. هيا نقص ارتفاع بيج هورن. عدوا معي. 1، 2، 3، 4. الآن نعرف، نحن نحتاج فراشاً يناسب بيج هورن بطول 5 وعرض 4 وارتفاع 4. أجل، هيا يا طاقم لنبدأ العمل. فراش جاهز. ها هو بيج هورن. انظروا، ها هو يستلقي عليه. بيج هورن يتثاءب. ها هو يعود إلى النوم. نجحنا، الفراش مناسب تماما. هذا رائع. أحسنتم يا طاقم البناء. هيا بنا الآن نعد إلى مسابقة البناء. نوما هنيئا يا بيج هورن. أوه يا، لقد كنا قريبين جداً من استعادة قوى الحيوانات. لكن يجب أن تكون هناك طريقة ما للهروب من الفخاخ. حيوان واحد فقط لديه القدرة على الهروب من تلك الفخاخ، الأسد. نعم، الأسود لديها مخالب قابلة للمد، متى أرادت هذا يمكنها إخراجها. مخالب الأسد رائعة للتسلق واصطياد الطعام، وستكون ممتازة لكسر تلك الفخاخ. هيا، لكي تحولني إلى شاحنة أسد عملاقة، أولاً نحتاج إلى شعر. إنه الشعر الكثيف الذي ينمو حول رأس الأسد. لنصنع الشعر، قولوا شعر. شعر. حسناً، والآن ننتقل إلى الجزء الأهم، مخالب حادة قابلة للثني. لصنع المخالب القابلة للثني، قولوا مخالب قابلة للثني. مخالب قابلة للثني. نعم، أنا شاحنة أسد عملاقة. دورك يا سترايبس. أنا سترايبس النمر الفائق. مستعد يا سترايبس النمر الفائق؟ مستعد. إذن لنري هؤلاء الرفاق ما يمكن للأسود والنمور فعله. حسناً. لا تقف هناك هكذا الآن، ألقوا المزيد من الفخاخ. لقد حان وقت إعادة تلك القوى للحيوانات حيث تنتمي. أستطيع الطيران. خرطومي، إنه يعمل. إنه رائع أن أكون قوية مجدداً. لقد عادت قوانا.
أصدقاؤنا في ورطة، علينا مساعدتهم. لا تخف يا زيج، سنجد وسيلة لتخليصك من هذا الحبل. هاي، ربما يمكننا استخدام هذا المقص الحادي على الحبل. أجل، هيا نتوقع ما سيحدث بعد ذلك. ماذا في رأيكم سيحدث إذا استخدمنا المقص على الحبل؟ حسناً، هيا نكتشف. المقص قد قص الحبل. يهه، زيك تحرر. المقص قص الحبل، هذا توقع ممتاز. نجدة. إنه سترايبس. علينا أن نخلصه من كرة المثلجات. هاي، ماذا لو استخدمنا مجفف الشعر على المثلجات؟ أجل، مجفف الشعر ينفخ الهواء الساخن إلى الخارج. ماذا سيحدث إذا نفخنا الهواء الساخن على المثلجات؟ حسناً، هيا نجرب. أوه، رائع. حسناً، لقد أذاب مجفف الشعر المثلجات. ها تحررت. إنها لذيذة. رائع. زيج يتساءل أين ذهبت ستارلا. يا رفاق، أنا في الأعلى. أوه لا، انظروا، ستارلا تحلق في الهواء. علينا أن نقوم بإنزالها. زيج يساعد. زيج عثر على عصا مدببة. فكرة جيدة يا زيج، يمكننا وغزو البالونات بالعصا المدببة. ماذا في رأيكم سيحدث إذا وخزنا البالونات بالعصا المدببة؟ حسناً، هيا نجرب ونرى. إنها تفرقع البالونات. شكراً يا صعب كثير. لا، لا تلصقني، لا تلصقني. التصقت. ليس طويلاً يا عمان. شكراً يا أميان. النجدة، نحن عالقون. يبدو أن هناك عمالاً يحتاجون للمساعدة داخل المصنع. نحن قادمان. النجدة، نحن عالقون. هناك ثلاثة عمال عالقون في الصمغ. كيف سننقذهم؟ الصمغ ما زال يسقط. يمكننا المساعدة. صديقي، نجحتما. هذا صحيح، ويمكننا المساعدة لإخراجهم من هذا الصمغ. انظروا، إن الصمغ يخرج من هذا الأنبوب المكسور. لكن إن أغلقنا هذه الفتحة سوف نوقف الصمغ وننقذ العمال. تفكير جيد يا إيجي. هيا لنرى الآن أي شكل نحتاج لنغلق الأنبوب الأول. يبدو أننا نحتاج شكلا مثل هذا. أي من القطع المعدنية لها نفس الشكل؟ الزرقاء، صحيح. يا بليز، ألقها لي. أصلح الأنبوب. هيا لكي أخرجك الآن. شكرا يا آليون. أنا التالي. انظروا، عامل آخر عالق في الصمغ. لننقذ هذا العامل علينا غلق الفتحة التي بالأعلى. الفتحة شكلها هكذا، لذا هيا نبحث عن قطعة معدنية شكلها هكذا. أي قطعة شكلها متماثل؟ إنها الخضراء. نعم. ييها، هيا يا زيج، أمسك. زيج. أنت بأمان الآن. حارسان يسدان الطريق. يمكننا دحرجة مكعب الخشب هذا نحوهما. ما رأيكم؟ عندما ندفع المكعب، هل تظنون أنه سيتدحرج؟
هيا نكتشف. لا، المكعب لا يتدحرج. هيا نبحث عن شيء آخر. هاي، ماذا عن الصخرة العملاقة التي عثرت عليها؟ فكرة جيدة يا دارينغتون. إذا دفعنا الصخرة، هل ستتدحرج؟ حسناً، هيا بنا نجرب. الصخرة تتدحرج. لقد تبقى حارس عملاق واحد الآن. يا رفاق، هل يمكننا دفع هذا نحوه؟ أوه، ثمرة بطيخ كبيرة. هيا نتوقع، عندما ندفع البطيخة هل تظنون أنها ستتدحرج؟ هيا نكتشف. إنها تتدحرج. الوداع أيها الحراس العمالقة. هيا رفاق، انظروا، ها هي هناك العلبة الذهبية. لكن كراشر سيصل إليها. الهدية الذهبية سوف تكون لي. هذا سيء. لن ندع كراشر يصل إليها قبلنا. إذا حان الوقت للسرعة القصوى. لتفعيل سرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. لا أحد يمكنه الوصول إلى الهدية الذهبية قبلي الآن. ماذا؟ النجدة. هيا بنا، فلننقذ الأفيال الآن. سنارة الصيد، أمسكي. رائع، أمسكناها. هيا نستخدم سنارة الصيد في سحب آني من اللبان بقوة كبيرة. فلنحرك التروس 3 مرات. عدوا لـ3 معي. 1 2 3. أمسكتك يا آني. آني، هذا رائع. أنا هنا. انظروا، أولي الصغير. سنأتي يا أولي. سنارة الصيد، أمسكي. حسناً. أولي في لبان لزج أكثر، لذلك نسحبه بسنارة الصيد. فلنحرك التروس 4 مرات. عدوا لـ4 معي. 1 2 3 4. يتبقى فيل واحد علينا إنقاذه. إيلي الصغير. النجدة، أنا عالقة. سنارة الصيد، أمسكي. إن إيلي في اللبان الأكثر لزوجة. لكي نسحبها لنحرك التروس 7 مرات. عدوا لـ7 معي. 1 2 3 4 5 6 7. لقد أمسكناك. على الرحب والسعة. هيا بنا جميعا، هيا نعثر على باقي الصغار الآن. بدلاً من ملاحقتنا، قام بتناول الجزرة. انظروا لهذا، كانت 8 دببة جائعة، لكن أطعمنا واحداً منها جزرة. هيا نعد كم دباً جائعاً تبقى. عدوا معي.
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبعة دببة. وهي آتية. رائع يا سترايبس. كانت سبعة دببة تلاحقنا، لكن سترايبس أطعم ثلاثة منها الجزر. لنعد كم دبا متبقيا. عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربعة دببة. وها هي الآن. انظروا لهذا، كانت أربعة دببة جائعة خلفنا، وسترايبس أطعم أربعة منها الجزر. هل أطعمنا كل الدببة الجائعة؟ نعم. هذا جيد. أوهو. نجحنا في هذا. عمل حفر رائع يا سترايبس. أجل، تعرف ماذا نقول؟ إذا امتلكت الفريق المناسب فلا شيء سيصعب فعله. أوه، انظروا لهذا الضباب. الرؤية تصبح أصعب بمرور الوقت. وحل. إنه لزج، لزج جدا. لا أستطيع الخروج. ضباب كثيف. أوه لا، زيج علق أيضا. هذا مريع. كيف سنحصل على الحلوى الآن؟ بليز، لقد علقنا بالوحل. يا للحظ. لا تقلقوا جميعا، سنخرجكم من هنا. لكن يا بليز، كيف سننقذهم في كل هذا الضباب؟ نحن حتى لا نراهم. أنا أعرف، لنستعمل الظلال لنجد أصدقائنا. أترى؟ ضوء القمر ينير الأرض، وأي شيء يحجب الضوء يصنع ظلا. يا رفاق، أنا هنا. يبدو أنها ستارلا. هيا لنبحث عن ظلها. ستارلا متنكرة كصانعة خدع بقبعة كبيرة مدببة. أين ترون ظلا يبدو كقبعة كبيرة مدببة؟ هناك. أجل. كنا محقين، وجدنا ستارلا. أنقذتماني يا رفاق. يا رفاق، أنا هنا. يبدو أنه سترايبس. لنستعمل الظل لنجده أيضا. سترايبس متنكر كقرصان، وزي سترايبس به سيف. أين ترون ظلا يبدو كسيف؟ هناك. جميل، وجدناه. إذن يبدو أننا يجب أن نستخدم قاذفة أكياس ثلج الإسعاف. هيا يا مسعفون، هيا نبرد بعض كرات الحمم. احترسوا يا فريق المسعفين، الحمم تنطلق نحونا. هيا نعد كم كرة حمم لدينا هنا كي نبردها بأكياس الثلج خاصتنا. عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. اطلاقوا ثلاثة أكياس ثلج. نجحنا، بردت أكياس الثلج الحمم الساخنة. احترس يا بليز، هناك المزيد من الحمم الساخنة. هيا نعد كم عددها هذه المرة. عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إطلاق أربعة أكياس ثلج. بردناها. انظروا،
ولقد أطلق أكبر عدد من الحمم الساخنة. عد كرات الحمم معي. 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6 أكياس ثلج على الفور. هذا رائع، نجحنا، بردنا الحمم الساخنة. وانظروا، ها هو سترايبس. فريق المسعفين، أنتم هنا. ليس هذا فقط يا سترايبس، أحضرنا شيئاً سيداوي تلك الكدمة التي على رأسك. كيس ثلج. أنتم محقون يا فريق المسعفين، مع كيس الثلج رأسي يشعر بتحسن. بالفعل. وانظروا، الكدمة اختفت. يسعدنا أنك تشعر بتحسن. شكرا يا فريق المسعفين. سلام يا سترايبس، إلى اللقاء. هيا نجرب ترميزا جديدا. للأمام، 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 لليمين. هل سيوصل هذا الترميز إلى القرد؟ نعم، هذه الخطوات سوف تخبر بليس كيف يسير. أنا لدي الترميز، هيا. للأمام، 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 لليمين، وتوقف. هذا رائع، أنقذناها. هيا تمسكوا جميعا لنوصلكم لمكان آمن. أحسنت يا بليز، والآن كل الحيوانات بأمان. نعم، فقط أتمنى أن نجد طريقة لنغلق هذا البركان. نعم، حتى لا تقلق الحيوانات بشأن الحمم البركانية ثانية. هذا صحيح، لكن أين سنعثر على شيء كبير لنغلق البركان؟ أوه، ماذا عن تلك الصخرة الضخمة التي وجدتها؟ واو، هذا رائع، إنها جيدة. يا رفاق، إذا كنا سنغلق هذا البركان فعلينا أن نفعل هذا بسرعة، لأنه على وشك الثورة مجدداً. هيا يا آليون، وقت استخدام السرعة القصوى. لتعطوا السرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا يبدو أنه لا مشكلة كبيرة علينا نحن الآليين، لأننا لدينا قوة الآلي. يا انظروا، انظروا لأشعة الليزر. زيج لا يظن أن هذا الليزر سيء. حسناً، هذا سيء. نعم، لنحترس جيداً. الليزر هو حزمة ضوء قوية، والضوء مكون من الفوتونات التي تمنح الليزر قوة كبيرة لكي يقطع الأشياء. لكن إن توجهت إلى شيء لامع كالمرآة سوف تنعكس وتذهب لاتجاه آخر. مرآة؟ تقصد مثل هذه؟ سترايبس، هذا ممتاز. نعم، هيا نجرب. حسناً. إن أشعة الليزر تتجه بعيداً. لا يمكنك إصابتي أبداً. نجحت. رائع. أنا أريد أن أجرب. وازيج. نعم، تحتاجون شيئاً لامعاً ليبعد أشعة الليزر. ربما شيء هنا يفعل ذلك. أي من هذه لامع؟ مثل المرآة، ملعقة، علبة حليب، أم الوافل؟ الملعقة.
صحيح. حسنا يا ملعقة، تعرفين عملك. يب يب يب. ها. وداعا يا ليزر. أحسنتما. ييها. أحسنتما يا رفيقي. شكرا يا ملعقة. هيا يا بليز، إنه دورنا لكي نتخطى الليزر. فلنرى ماذا لدينا. أي منها لامع كالمرآة؟ الكتاب، الشطيرة، أم المقلاة؟ إنها المقلاة. أجل. حسنا يا بليز، لنعبر أشعة الليزر هذه للأبد. أحسنتما. انظروا، ها هو كأس البطولة. الكأس، عد إلي. إنه كراشر، وهو على وشك إمساكه. فلنمسكه أولا. هيا بنا يا شاحنات. أنا بطيء جدا. إن هذا صوت ليس. سأنطلق بسرعة ثانية. أنا أيضا. نجح سحر السرعة. الآن يمكننا جميعا أن نسرع ثانية. أسرع سيارة عملاقة. مولاتي، لا يهم في النهاية من هو الأسرع. أكبر متعة في الحياة هي الانطلاق مع الأصدقاء. أصدقاء؟ مرا، أنت محق. بليز. إنها الملكة. كنت أتساءل، هل أستطيع القيادة معكم؟ بالطبع يا ملكة فاستين. بالتأكيد. لدينا مكان لصديق جديد. حسناً، هذا رائع. هيا يا أصدقاء، هيا ننطلق بسرعة معاً. نحن أسرع سيارات وأسرع من الضوء. نحن أسرع سيارات. صحيح. نحن سبق طوال الليل. نحن أسرع سيارات. هيا بنا. نحن أسرع سيارات. ننطلق الآن. نحن أسرع سيارات. نحن أسرع سيارات. بليز يزأر على درجة صوت 3 وآلة التهويد على درجة 2. أي الرقمين أكبر، 3 أم 2؟ 3. نعم، هذا يعني أن زئير بليز أعلى من الآلة. وانظروا، أصدقاؤنا يستيقظون. صباح الخير جميعا. آلة التهويد يعلو صوتها، موسيقاها بدرجة 6، وبليز عند 3. أي الرقمين أكبر، 3 أم 6؟ 6. هذا يعني أن آلة التهويد أعلى من زئير بليز. وقت القيلولة. وقت القيلولة. والآن الحيوانات تعود إلى النوم مرة أخرى. لنوقظ أصدقاءنا نحتاج إلى أعلى زئير لنا على الإطلاق. ساعدوني كي أزأر بصوت عال. أصرخوا زئير. واو. الآن نحن نزأر على درجة 10 وآلة التهويد عند 6. أي الرقمين أكبر، 10 أم 6؟ 10. نعم، هذا يعني أن بليز أعلى. لقد راودني الحلم الأغرب.
سعيد برؤية الجميع مستيقظ. شكرا يا بلايز، لقد أنقذتنا من آلة التهويل.